صرحت الإدارة الأمريكية في بداية عام 2022 أنها وافقت على بيع ما يصل إلى 16 مقاتلة من طراز إف 16 ومعدات ذات صلة إلى الأردن بقيمة تصل إلى 4.21 مليار دولار. كما وافقت وزارة الخارجية على بيع إضافي محتمل للإمارات العربية المتحدة لقطع غيار لأنظمة الدفاع الجوي من شأنها أن ترفع قيمتها إلى 65 مليون دولار. بالإضافة إلى بيع 23.7 مليون دولار إلى المملكة العربية السعودية لأنظمة البيانات والاتصالات. وقد أخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الكونغرس بالمبيعات العسكرية الخارجية المحتملة. فالأردن يود شراء ما يصل إلى 12 مقاتلة من طراز F-16 سي وأربعة مقاتلات من طراز F-16 دي وجميعها من طراز بلاك 70. المحدث بالإضافة إلى 21 محركا من طراز F100 إما من صنع جنرال إلكتريك أو شركة برات أند ويتني خمسة منها ستكون محركات احتياطية وستتضمن هذه الحزمة أيضا العديد من الأسلحة والأنظمة لتسليح الطائرات المقاتلة ومن هذه الأسلحة ست كبسولات استهداف من نوع NAAQ-33 و72 سكة إطلاق صواريخ من LAU-129 21 مدفع فولكن M61A1 و 100 نظام من نوع KMU 556 يركب على قنابل الهجوم المشتركة GPU 31 بوزن 907 كيلوغرام، و 102 من أنظمة الذيل KMU 572 التي تركب على القنابل الموجهة بالليزر JDAM GPU 54، و 200 قنبلة MK 48 أو PLU 117 و204 قنبلة MK82 أو PLU111 بالإضافة لذخيرة وهما شحائط حرارية. كما تسعى الأردن لشراء 31 وصلة بيانات منخفضة السعة Link 16 لكل من الطائرات والمحطات الأرضية والرادارات وأجهزة الكمبيوتر الخاصة وأنظمة الملاحة حجم المشتريات يعني أنه سيتم تعيين حوالي 20 متعاقدًا أمريكيًا في الأردن لمدة ثلاث سنوات لتقديم الدعم اللوجستي على الأرض. في المقابل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن بيع المقاتلات سيساعد في تحديث القوات الجوية الأردنية والتأكد من أن جيشها يمكنه مواصلة العمل بشكل فعال مع الولايات المتحدة وقوات التحالف على أهداف مشتركة مثل محاربة الجماعات الإرهابية. أو الجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى أما عن المبيعات لدولة الإمارات فستضمن بيع قطع الغيار لأنظمة هامينج أو ذا وي كيلر ورادارات المسح الإلكتروني إيسا لتتبع واطراد الأهداف أو نظام باتريوت أو نظام ثاد للارتفاعات الشاهقة بالإضافة للدعم اللوجستي وقد تمت الموافقة على هذه الصفقة من قبل وبلغت قيمتها 30 مليون دولار وستمدد إمكانية البيع العسكري الأجنبي المقترحة لمدة ثلاث سنوات وسيتم رفع القيمة الإجمالية ل 65 مليون دولار أتت الموافقة على البيع بعد أسابيع من استخدام الإمارات لأحد أنظمة أثاث لاعتراض صاروخ باليستي خلال هجوم شنه مسلحون حوثيون في السابع عشر من يناير كانون الثاني 2022 على أبو ظبي وهي المرة الأولى التي يعرف فيها استخدام ثاد في عملية عسكرية وقد دمر نظام لوكيد مارتن أثاد صاروخا باليستيا متوسط المدى أطلق على منشأة نفطية إماراتية بالقرب من قاعدة الظفرة الجوية التي تتواجد فيها القوات الأمريكية والفرنسية وتشير المصادر الأمريكية أن هذه الصواريخ تدهر من قبل طواقم أمريكية في الوقت الحالي كما تمت الموافقة على عقد مع المملكة العربية السعودية لتزويدها ب 31 نظام اتصالات بلوك 2، وهو جزء من نظام لينك 16 يطلق عليه ام اي والتي ستضاف لصفقة سابقة بقيمة 3 مليون دولار ل 11 نظام بلوك 1 ام اي دي وأنظمة الاتصالات العسكرية MIDS هذه ستنصب على فاتة وقد تم تثبيت الدفعة الأولى من أم أي دي أس تي على أنظمة باتريوت. أما القوات المسلحة الأردنية، فهيكلها التنظيمي تقليديًا يعتمد على فرقتين آليتين وأخريين مدرعتين. وقد تم تحويلها لقوات أخف وزنًا وأكثر قدرة على الحركة، وهي تعتمد إلى حد كبير على هيكل لواء، وتعتبر أكثر قدرة على الرد السريع في حالة الطوارئ. تم تجهيز الجيش الأردني الحالي بأسلحة غربية أمريكية وبريطانية بشكل أساسي والجيش الأردني مجهز بمزيج من دبابات بريطانية وأمريكية وفي الآونة الأخيرة حصل على ما يقرب من ثمانين دبابة ليكلر فرنسية من الإمارات الدبابات الأردنية منها الحسين وهي تشالنجر 1 البريطانية الصنة ودبابة خالد وهي تشيفتن بريطانية أيضا والدبابة الأمريكية الأمريكية 60 فينيكس وقد تم التخلص تدريجيا من دبابات سنتوريون البريطانية القديمة وتشمل المشاريع الحالية التي يقوم بها مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير التابع للجيش الأردني إضافة نظام فينيكس للتحكم في إطلاق النار وبرج مطور لدبابة ام 63 بالإضافة لمدفع RUAG اي جي أملس والذي استبدل مدفع الـ 15A1 120 ملم المحلز لدبابة Challenger 1 واستبدل مدفع الـ 7M68 لدبابة a وقد أبدى مستخدمو دبابة الـ M60 كمصر أو السعودية اهتماما بهذه الأنظمة المطورة فهي الـ M113A2 MK1J بالإضافة لمركبات قتالية محلية كالـ MAP2 التمساح المبنية على شاصي دبابة السنتريون القديمة، ويمتلك الجيش الأردني ما يقرب من 25 طائرة كوبرا إي إتش 1 آسف، والمزودة بأنظمة تو تو المضادة للدروع، وقادرة على أداء العمليات الليلية بعد تطويرها. أما الأسلحة الشخصية التي يستخدمها أفراد الجيش الأردني، تشمل بنادق آم 16 الأمريكية، و M4A1 والبنادق الهجومية التايوانية T65 والبنادق القصيرة T86 ومسدسات براونينج HP أوتوماتيكية إلا أن بعض الوحدات تستخدم مسدس بريتا S70 223 تو الإيطالية، ويستخدم المشاة رشاشات M60 الأمريكية والرشاش البلجيكي FN جي كأسلحة متعددة الاستخدام وتستخدم قوات البادية الـ 14 من على ظهر الجمال أما سلاح الجو الأردني فيمتلك طائرتين خفيفتين من طراز كاسا C295 كما تلقى سلاح الجو الملكي الأردني عددا قليلا من طائرات أنتونوف 32 من أوكرانيا ويشغل الجيش أيضا عددا من طائرات هيركليس C130 الأمريكية وطائرتين روسية للنقل من نوع اليوشن 76 MF وقد حول سلاح الجو الملكي الأردني طائرتي نقل خفيف من طراز كاسا سي أن 235 لطائرات حربية جوية صغيرة. يستخدم لواء طيران العمليات الخاصة الأردنية مروحية سيكورسكي uh إتش 60 بلاك هوك وأم دي 530 f للعمليات الخاصة وأمن الحدود. تسلم الأردن طائرات الجيش الأمريكي السابقة من طراز إي إتش وناف كوبرا في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، ثم تم بيع بعضها إلى باكستان. فتم استبدال طائرات إي إتش وناف بطائرات هليكوبتر هجومية جديدة من طراز إي إتش 6 أي. وبعد توقيع اتفاقية سلام، تم تسليم الأردن 18 طائرة بيليو إتش 1 h من فائض مخزون الجيش الأمريكي. وفي عام 1994 تلاها 18 طائرة في عام 1996، بالإضافة لطائرتي نقل هيركليس C-130B و16 طائرة UH-1H helicopters تم تسليمها للقوات الجوية العراقية لاحقًا، ثم استلم الأردن ثلاث طائرات من طراز C-130E من الولايات المتحدة، ودعم سابقًا سيربا هليكوبترات UH-1HS وواحد من سوبر بوما في عملية جيش. بين 2015 و2016 سلمت الولايات المتحدة ثمان طائرات بلاك هوك من طراز UH60A الأردن بموجب ترتيب إيجار بدون تكلفة. وتم تسليم ثمان طائرات من طراز UH60M بلاك هوك في عام 2017 كجزء من منحة من الولايات المتحدة يبلغ مجموعها 200 مليون دولار أمريكي. ومن المعروف أن الأردن يساعد القوات الجوية في الشرق الأوسط وتدريب الطيارين البحرينيين والقوات العراقية وبعض الدول الخليجية الأخرى. ولطالما كانت القوات المسلحة الأردنية دائما ومشاركا قويا في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فهو يحتل المرتبة الأولى عالميا في المشاركة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ويقدر حجم المشاركة الأردنية في مختلف المجالات من قوات وموظفي حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة والمستشفيات والمراقبين الدوليين بنحو 61611 ضابطا ورجلا ابتداء من عام 1989 في أنغولا من خلال مهمة المراقبين العسكريين وقوات الأمن الإنسانية فبعد فرنسا والمملكة المتحدة كان الأردن أكبر مساهم بقوته في قوات الأمم المتحدة في يوغسلافيا السابقة حيث أرسل ثلاثة كتائب وأكثر من ثلاثة ألاف جندية من 1993 إلى 1996